مرحبا بكم في قناة موثوق التعليمية. في هذا العدد سنتعلم كيفية استخراج استدعاء المراسلة من موقع الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد. كما تلاحظون سأترك لكم الرابط المباشر أسفل صندوق الوصف بالنسبة لهذه الواجهة. هنا تختار المركز الجهوي الذي سجلت عبره. سنقوم هنا باختيار المركز الجهوي ولاية الواد. هنا نقوم بكتابة المعلومات الخاصة بنا. في حالة ما لم تعرف كيفية استخراج المعلومات الخاصة بك أو كتابتها هنا، نقوم بالانتقال إلى الرابط الثاني الذي سأتركه أسفل صندوق الوصف، وهو الواجهة الرئيسية للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد. كما تلاحظون هذه الواجهة في حالة ما قمت بالبحث، أو تستطيع الضغط مباشرة على الرابط. كما تلاحظون الموقع بطيء نوعا ما، نقوم بالضغط على 3 مطات. نختار هنا التسجيل عبر الانترنت. كما تلاحظون استغرقت عملية الدخول إلى الموقع مدة طويلة، يجب عليك الانتظار. كما تلاحظون هنا يقول لي سجل الآن، نقوم بالتسجيل. تظهر لي هذه الواجهة، أقوم مجددا بالضغط على 3 مطات. أضغط هنا إعادة طباعة الوثائق، اختار هنا بالاسم واللقب. نقوم باختيار الولاية التي قمنا بالتسجيل عبرها، نختار ولاية الواد، نضغط على موافق. هنا نقوم بكتابة اللقب الخاص بنا. هنا نقوم بكتابة الاسم الخاص بنا. هنا نقوم بكتابة تاريخ الميلاد. ثم نقوم بكتابة هذه الأرقام كما هي موضحة أمامكم، ثم نضغط هنا على التحقق من المعلومات. بعد الضغط على تحقق من المعلومات تظهر لي هنا الواجهة الخاصة بي. هنا الاسم واللقب، رقم الاستمارة، المستوى، تاريخ الميلاد وغيرها من المعلومات. كما تلاحظون هنا في الأسفل تظهر لي تحميل استمارة التسجيل، أقوم بالضغط عليها. بعد الضغط عليها سيقوم الموقع بتحميل ذلك الوصل أو الاستمارة الخاصة بنا. كما تلاحظون هنا تم تحميل استمارة طلب التسجيل الخاصة بنا. نحتاج هذا الرقم كما تلاحظون. نقوم بكتابة الرقم في ورقة أو بحفظه، ثم نرجع إلى الموقع الخاص بنا. كما تلاحظون بعد الرجوع إلى الموقع الخاص بنا نقوم هنا بكتابة المعلومات. كما تلاحظون هنا في الاستدعاء تظهر لي الأرقام 39، نقوم بتركها لأننا اخترنا المركز الواد. بالنسبة للأربع الأرقام التي تلي رقم 39 توجد هنا 2019، نقوم بتحديدها هنا 2019. ثم نقوم هنا بكتابة الأرقام الخاصة بالاستدعاء. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a. كما تلاحظون هنا الموقع يقوم بتوضيح كيفية كتابة الأرقام. نقوم بكتابة هذه الحروف في هذه الخانة. ثم نضغط على تأكيد. كما تلاحظون تم استخراج الوصل بنجاح. تستطيع هنا التقاط شاشة للوصل أو حفظه في الهاتف الخاص بك. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع طلاب تعليم والتكوين عن بعد لدورة 2021. هنا نكون وصلنا إلى نهاية الحلقة. شكرا لكم على المشاهدة.